التليفون هذا يقدر يرن في سيدي محمد كما يقدر يرن في رقان. إذن الشعبوية مش مليحة باش نكون واضحين. ما الذي منع قاضي باب الواد أو حسين داي أو عنابة أو جيجل أو الشلف من أن يقضي بالإدانة وقد قضى بالبراءة؟ وبالتالي هذه المسائل هي مسائل لا دليل بشأنها. صحيح احنا الجزائريين نمشي عادة نمنو بزاف الشائعات، ولأنه الشفافية غايبة في معاملتنا الشائعة تكون أقرب إلى التصديق من الحقيقة. ولكن أنا قلتها من قبل، هذه المسائل لو كانت تكون فيها تعليمات فوقية هذه تطبق في كل المحاكم. الآن وقد أثبت الواقع بأن التطبيقات القضائية مختلفة، تصبح مسألة الهاتف والتليفون كلام تاع فيسبوك بصراحة. شوف أنا لا أنفي وجود تدخلات في مرات معينة، ولكن في هذه القضايا تحديدا لم يبلغ علمي حصولها. مرات العيب في النص، مرات تلقى العيب في ممارسة الإجراء، ومرات تلقى العيب في تطبيق النص. احنا الجزائريين عندنا مزايا عندنا عيوب. في الكثير من المرات نكونوا عاطفيين وانفعاليين، ما نقدروش عواقب سلوكنا الا بعد فوات الاوان. انت الان لما تخرج مثلا تساند الحراك في مسيراته، ما تحب حتى واحد يقلقك. في المقابل لما واحد يحب يدير انتخابات ولا يدير حمله انتخابيه خليه، هو ثاني ما يحب حتى واحد يقلقه. ونتعلم من بعضنا اننا نقبل الاختلاف. طبيعه المجتمع الجزائري قلت لك عاطفي وانفعالي، ومرات فيه شعبويه وننساقوا وراها، وحتى لما يجي الفاس في الراس باش نفيقوا مع رواحنا. الحراك من اللي بدا وما يمشيوا بعباره تاع يتنحاو كاع. انا في تقديري هذه عباره فاشيه، لانه صحيح التغيير مطلوب، ولكن لما تقول يتنحاو كاع، النظام الجزائري بتركيبته بكل تناقضاته لا يمكن تغييره مرة واحدة بصورة جذرية. أنا أقولها هذه قناعتي، يتعين إجراء التغيير بمشاركة جزء من النظام. يستحيل تغيير نظام الحكم في الجزائر دفعة واحدة من خارجه. والقول برحيل الكل هو تطرف غير مقبول. في المقابل أيضا أن يتم تجاوز ما هو موجود في الشارع، هذه أيضا مجازفة لا يقدم عليها أي عاقل، ويتعين مراعاة ما هو موجود والبحث عن حلول توافقية بين كل الجزائريين. باش نكون معاك واضح، حنا لو كان مش خرج الشعب الجزائري ما نقدروش نخرجوا أصلا للشارع، لا نديروا حاجة، وبالتالي لا يحق لي بأي طريقة كانت أن أصادر ما فعله الجزائريون، مع أنه كان متأخرا جدا باش نكون واضح. ماذا تحت لي الباب، لأنه الحراك هذا تاع الجزائريين المفروض كان يكون في 2008.